السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا وصفة سريعة وسهلة. هنعمل لكم الفراخ اللي كلنا بنتجنن عليها وبنحب ناكلها بره. هنعمل كنتاكي ان شاء الله. انا جربته وطلع كويس ان شاء الله. يا رب انتوا كمان تجربوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها بيها، وتطلع ان شاء الله ايه معاكم زي بره بالظبط واحسن. وفراخ ايه مضمونة. وانتي ايه شايفاها، انتي بتعمليها ازاي؟ انا عندي فرخة مقطعاها 8، وعاملة في كل قطعة من الفراخ عاملة فيها فتحة اهو، عشان ايه انا مش سلقاها ولا واخداها نص سوا ولا اي حاجة، وشايلة الجلد من عليها عشان بحيث الخلطة اللي عليها ممكن لو المكة الواقع وانتي كلتيها تبقى حلوة، يعني عشان الجلد بتاع الفراخ مش مفيد اللي احنا ناكله ومش وضار يعني. فهفتح، قطعتها 8 وفتحت في كل ايه قطعة بتاع ده فتحة بالسكينة. عندي كوباية مية، كوباية دقيق، كوباية زبادي. عندي بقى اهم حاجة التوابل دي، هم حوالي 9، عايزاكم تحفظوهم كويس. عندي فلفل اسود، عندي بهارات فراخ، عندي معلقة بيكربوناتو، عندي معلقة كركم، بصل بودر، توم بودر، معلقه ملح، معلقه جنزبيل مطحون، معلقه بابريكا. بس انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. هنبتدي نشتغل. هحط كوبايه الدقيق بتاعتي وعليها الزبادي، كوبايه زبادي اهي. والله عن تجربه هتعجبكم جدا 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 والله. نقلب كده الزبادي في الدقيق. البهارات اللي انا حطاها دي هحتاج زيها تاني برضو. البهارات بتاعتي دي كلها هنزلها اهي. هبتدي بقى ايه افكك الدقيق والزبادي بشويه ميه اهو. تملي ايدين زي كده، معالق زي كده قصدي، او اي حاجه قديمه عندك. انا بخليها للفراخ واللحمه علشان ما استخدمهاش في الاكل التاني، عشان انتوا طبعا عارفين ان الفراخ واللحمه بتبقى فيها ميكروبات مهما غسلناها برضو ما بتتشالش منها قوي. فبتلاشى الموضوع ده. لو سكينه او معلقه او اي حاجه اقلب بيها الفراخ واللحمه واركنها على جنب، والحاجات التانية بقلب بيها ايه باقي الاكل. لسه شويه ميه اهي لغايه ما تبقى الخلطه بتاعتي ايه سايله. ولا هنزود حاجه ولا هنقص حاجه. كل البهارات دي كلها موجوده عند العطار، يعني مش صعبه، يعني كل حاجه بقت موجوده وكل حاجه ممكن نقدر نعملها في البيت. ليه نروح ناكلها بره وهي مش مضمونه ومش عارفين معموله ازاي ولا مصدرها ايه؟ والولاد طبعا كلهم الشباب اللي طالعين اليومين دول بيحبوا ايه كنتاكي، الاكلات السريعه دي. فانا ممكن اعملها لهم في البيت، مش هاخد اي حاجه كده. خلاص شايفين السمك بتاعها ولا كلكعت ولا اي حاجه اهو، كلها اتضربت في قلب بعضها. هبتدي بقى احط الفراخ بتاعتي اهي. بسم الله، قطع قطع كده. طبعا انت لو عندك كذا فرخه ممكن تحطيها وتسيبيها في التلاجة او في الفريزر، ولما تحبي تعمليها تبقى جاهزة تطلعيها على طول اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحطها من الناحية اللي هي اللي انا فتحتها بالسكينة عشان التتبيلة كلها ايه تتشبع فيها، بس هي كده كده اصلا مغطياها. خير كده، اتاكدت ان التتبيله كلها جت عليها. انا هسيبها في التتبيله دي، لو انا هعملها في يومها هسيبها حوالي ايه ساعه، واغطيها احطها في التلاجة. وبعد كده نبقى ايه نيجي ايه نقليها، واقول لكم ايه قبل ما نقليها هنعمل ايه فيها تاني. ولا اسرار كنتاكي ولا غيره، مفيش اي ست بيت بيستعصى عليها اي سر. كل ست بيت شاطره في بيتها ممكن تكشف اي سر. فهي اهي في التتبيله بتاعتها. هسيبها ساعة وهرجع لكم، ونرجع وهرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي بعد ما سبت الفراخ في التتبيلة اهي. شايفينها عاملة ازاي؟
اهي. الخطوه اللي بعد كده هجيب بقى كوبايه دقيق كبيره وعليها معلقه نشا، تمام كده، ونفس البهارات اللي فاتت اللي انا حطيتها في الخلطه بتاعت تتبيله الفراخ اهي، تعالي اقلب كله على بعضه. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. هاخد واحده واحده من التتبيله. بسم الله. انا مش هضغط عليها، انا يدوبك هشبعها بالدقيق كده بس. شايفين هما في المحل بيعملوا كده اهو. ناخد واحدة تانية. كل حتة في قطعة الفراخ اتأكدوا ان هي اتشبعت ايه بالدقيق اهو، وعامل وانطر كده عشان يديني التأثير اللي هو اللي بيبقى في فراخ كنتاكي اهو. شايفين اهو. نعمل واحدة تانية. الزبادي على فكره يا جماعه اللي احنا حطيناه في التتبيله، كنت عايزه اضيف نقطه بس، ان هو فايدته ان هو بيطر الانسجه بتاعه الفرخه، بيخليها طريه وتاكليها بسهوله، تبقى حلوه ما تشدش يعني، حتى لو لسه جايباها مش حطاها في الفريزر اهو. تمام كده هتبقى بالشكل ده. هخلص كل الكميه اللي عندي وهحضر الزيت وهرجع لكم اقول لكم نعمل ايه. ادي خلصنا كل الكميه اهو. بدي زي ما انتم شايفين ده شكلها، انا ما ضغطتش عليها. لازم يبقى تاثير الدقيق عليها كده. انا هعمل ايه، احنا هنعمل جنبها شويه بطاطس محمره، هروح ركناها بره كده مش في الثلاجه لغايه ما احمر البطاطس بتاعتي، وهقول لكم نقليها ازاي، وان شاء الله هتبقى مستويه من جوه وما فيهاش اي حاجه، وهتبقى طعمها جميل جدا. خليكم معايا. ورجعت لكم بعد ما حمرت البطاطس وعندي زيت كتير اهو، حطيته في حله عشان تبقى الفراخ كلها غطسانه جوه الزيت. وهقول بسم الله قبل ما انزل الفراخ في الزيت، هقول لكم ان انا بس للامانه يعني انا عملت نص الفراخ بدقيق بس بالبهارات اللي انا عملتها، ونص عادي، والنص التاني حطيت شويه شطه عشان ايه، في عندي بيحبوا حار وفي عندي بيحبوا بارد، فلو انتوا عايزين تعملوها حار هتعملوا الاول البارد، وبعد ما تخلصوا تروحوا حاطين شويه شطه على الدقيق بالبهارات بتاعته، وتروحوا ايه عاملينها فيها. هنقول بسم الله. هحط الاول اللي هي البارد وهحطها ناحيه الناحيه اللي انا شلت منها الجلد عشان تستوي اهو. شايفين يعني الجلد من الناحيه دي، الجلد من الناحيه دي اللي انا شايلاه، والعظم من فوق. هنخليها كده بسم الله. كل البارد هيتحط. شايفين الزيت مغطيها، مغطيها ازاي؟ انا مش هقلب فيها خالص الا لما الجزء التحتاني يتحمر، وهسيبها ما استعجلش عليها عشان اضمن ان هي ايه استوت. خليكم معايا لما تدخل في السوا هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي قبل ما اطلعها من الزيت. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي انا هقلبها على الناحيه الثانيه عشان بس عملت حاجه من وراكم. انا بس بحاول بس الفيديو بشغله كل شويه عشان ايه ما اطولش عليكم في التصوير، ما يبقاش الفيديو ايه طويل. شايفين يا حبايبي، شايفين منظر الفراخ عامله ازاي؟ ما شاء الله، جميله جميله جميله. شايفين هي خلاص الناحيه الثانيه هتستوي هتتحمر، وهي كلها من جوه كده ان شاء الله استوت، وهطلعها وراكم شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. هي دي شكلها بعد ما طلعت يا حبايبي من الزيت. شايفين الكنتاكي، وسع وسع الكنتاكي بتاع ابو باسل، وصل ولا ناكل بره ولا اي حاجه. قدمته عندي اهو طبق التقديم، طبعا هو سخن جدا، هحاول اقطعه لكم من جوه عشان اوريكم ان هو مفيهوش اي حاجه. شايفين، شايفين يا جماعه، ولا في ني ولا اي حاجه، شويه كاتشب. جميل جدا. سامعين صوت القرمشه؟ ده كان الكنتاكي بتاعي. كان عندي شويه رز بسمتي حطيتهم جنبيهم،
ادي طبق اهو كامل، شوفوا بره يتاكل ده بكام، وشويه بطاطس وشويه كاتشب. ده كان الطبق كنتاكي النهارده بتاعي. يا رب تجربوا الوصفه، دي هتعجبكم ان شاء الله، واولادكم هيحبوها جدا. بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك للقناه بتاعتي، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا مباسل من قناه المباسل، اشوفكم في اكله خفيفه ان شاء الله جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.